بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. عزيزي التلميذ، جئناكم اليوم بدرس جديد وهو حرف التاء. بسم الله. تاء 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 تو تو تي 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 تو تو تن تن تي تي تن تن تي تي تن 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 تراب 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 راتب راتب مباراة 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 تريد 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 مديرة 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 راتب 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 إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الدرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.